الواجه ذا والواجه ذا اقول احترم نفسك وهالواجه ذا شي وجهين وهالواجه ذا حدكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شزين ترى والله مو بلايق على ربعنا هالوجيه ذي كبسه شغل البرجر والحركات ذي ترى مو بلايق احنا هلها احنا ناس ذي ايه فكر بالله عليك بالله عليك وجهك وجه برجر وليه وجه ينكتب على الواجهة شنو اكل يا لا بس من الواجهة تعرف نوعية الاكل تدري لو طلعت وجهك تتذكر كلش مرقوق اقولك راح بس اصفرك على عينك وجهي انا وجهي مرقوق صالونة لا هريس فواجد يا اخي انا حنا كان في تمر احنا في فواجد تشيل لك جروبنا كله رجوه اتمنى تكرم اخوك الكبير فواجد تشيل جروبنا كله رجوه شغل 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 الدد السخان ما يحترم ده ما يقدر شلون ايش قال يبيك تشغل السخان لان المشكله السويتش السخان عندي عندك بشقتك ما يعرف يقول كلمه مع زيت شغله شلون؟ يا بني انا شغل تجي حموله ورا كتروبك هذا كلام لا مو هذا كلام ما يستحي لا ما يستحي صحيح صحيح لازم يقدر اخو الكبير والله ما عندك سالفه والله ما عندك سالفه رجال قال لك رجال قال لك شغل السخان تسوي فيه ليش؟ شغل السخان ما يعرف يقول كلمه مع زيت شغله يا جماعه انا لازم اثبت وجودي وشخصيتي ايه عشان اعرف ان انا الكبير ايه الكل في الكل ايه عرفت ايه لي امر ملزم ايه ملزم عرفت ايه لي لزوم شون بعد الله يخليك عرفت ايه الكبير لازم لي احترام وتقدير ايه اثبت شخصيتي وافرضها من الان وعشان تبرد شخصيتك تطفي سويتش السخان وتخلي الماي بارد وتخلي اخوك يسبح بماي بارد راح بس راح 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 ما عندك سوالف انا ما عندي سوالف لا 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 خلاص انا ما عندي سالفه لا لا عندك سالفه تبي اشطر عندك سالفه خلاص 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 سوي اللي تبي تسوي لا 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 خلاص انا ما عندي سالفه لا لا عندك سالفه تبي اشطر عندك سالفه خلاص 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 سوي اللي تبي تسوي ولا سوي كنسل سويتش السخان كنسل يلا بكنسل كنسل من ذا يا بدجاج؟ وين دقيقة وقف دجاج بدو ايش؟ ايه والله ذي خطيرة ايه ما شاء الله عليك يا ابو احمد والله راعي ترتيب والله ما شاء الله راعي ترتيب ما شاء الله عليه ابو احمد احمد ده نكتب البرجر يتعب عليك من ذا يا بدجاج؟ هذه محتارقة الله عليك فنان مسح على وجهك ما عندك ذوق ما عندك احترام بيك تعبان عليه وتجي انت برد مبرد انت مو مسويه لي ذا لا مو مسويه لك مسوي لي انا والله شفتك شفتك يبغى النظام كل واحد يسوي حق نفسه علمني لو سمحت يا بحر يعلمني طيب علمني علمني عن النظام انا ما ادري عن النظام قاعد اتعب عليه وتجي تقول على طول خلاص ابو تبيه خذها خلاص ما تبيه خلاص عقب اكلتي كلها يا اخي خل مسلم وسوي فوضى يا سامي بس انا ايش المشكله يعني؟ يعني ما في مشكله عادي ما في مشكله ايه عادي عادي يا حلط مالي تعال عادي وين تسوي يضبط هذا عادي ها انتبه انتبه والله ها يا مهرجان ها تسلم تسلم جبه 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 خليك كل شيء بس على وجهك بس على وجهك جبني قاعد ابكك فيه واحط له اول هنا واحد يا جماعه مرتضى در طبقتين طبقتين والله تعبان عليها تعبان عليها اسوي لك ثاني تكفى اسوي لك ثاني بس خلنا اكل دي ما اسوي لك خلنا اكلها يا مرتضى تعبان تكفى انا مشتهي اكل من يدك تكفى عاد والله كلها النذل سوى النذل وكلها هاي النذل هاي النذل
حركات بركات حركات بركات وحركات بركات يا عادي قدمني اسمع ترى لا لطمك على وجهك مزوي فيهم لا ومزوي سوي هجاب بعد ايش دخلني انا ايش دخلني انا يعطيك العافيه والله برق والله برجر طيب والله اي والله طيب طيب والله طيب كم رقم هذه يا حبيبي خمس لا هذه ثانيه ثانيه ايه سووا له بعد اربع ايه سووا له اربع حبيبي شوي شوي عبد العزيز بينفقع منه بينفقع خدك شوي 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 يا سلام يا سلام سلام تسلم ايدك يا ضيا ابو يوسف ضيا والله ضيا اللي يعطيكم العافيه تسلم الايد الحلوه يا سلام يا 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 امر دلل ايش تبغي جايه ما يجوع بياكل يا ابو احمد لا لا انت تطلع فيه تخزر فيه امر ايش تبغي ابيك جيب لي لا تنساني يعني تونا حاطين اجيب له لا سوي جيبها لي على طول ما عليكم عيوني لك حاضر 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 يلا راح بدويش امر شنو بغيت دجاج ولا لحم دجاج عيوني لا اكلاد على المستوى الله ما شاء الله ما شاء الله زين جاي